بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أبنائي الأعزاء طلاب الصف الثامن، وحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هيا يا أبنائي الأعزاء نتعرف على الدرس السابع في الوحدة الثالثة من مادة التربية الإسلامية في مجال التهذيب، صفحة رقم 59، وعنوان الدرس الذي معنا اليوم هو يا شباب كما مبين وموضح أمامنا على الشاشة: أحسنوا اختيار صحبتي. إذا هذا هو الدرس السابع في الوحدة الثالثة في مجال التهذيب. هيا بنا يا أبناء الأعزاء نتعرف على الخريطة الذهنية لهذا الدرس. أولا، من أهم هذه العناصر التي تتضمنها الخريطة الذهنية أتعرف على أسس اختيار صحبتي، أي كيف أختار أصدقائي، وأبين وسائل الحفاظ على رابطة الصداقة. وهنا أيضا حديث حب في صفحة 60. وكما تعودنا واتفقنا يا شباب في بداية هذا الفصل الدراسي الثاني أن نطابق الأحاديث الحب مع الأحاديث التي وردت في هذا الشرح، ربما يكون هناك تغير يطرأ على الخطة المنهجية وحديث الحب. وأيضا أستنتج أثر الصحبة السيئة. وختاما، ما تعلمته من الدرس؟ هيا بنا يا ابناء الأعزاء نسأل هذا السؤال ونقول: هي علاقة مودة ومحبة بين الناس. ما هذه العلاقة؟ ما اسم هذه العلاقة؟ وأيضا هذه العلاقة فيها انسجام روحي وتآلف وجداني وترابط في الأهداف والغايات. إذا هذه العلاقة هي علاقة يا شباب أحسنتم ما شاء الله عليكم، هي علاقة الصداقة. وهذا هو مفهوم الصداقة. إذا مفهوم الصداقة هي علاقة مودة ومحبة بين الناس، وانسجام روحي وتآلف وجداني وترابط في الأهداف والغايات. هيا بنا يا أبناء الأعزاء نتعرف على أسس اختيار الصديق. فلقد أمر الله سبحانه وتعالى يا أبناء الأعزاء النبي صلى الله عليه وسلم باختيار من يجالسهم ويصاحبهم، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في القرآن الكريم في أكثر من آية على أن يختار الصديق الصالح ويجالس الصديق الصالح. هيا بنا نتعرف على أسس اختيار الصحبة. من أهم هذه البنود ومن أهم هذه الأسس لابد أن تكون العقيدة السليمة. إذا أول ما أختار الصديق لابد أنظر إلى هذه النقطة المهمة وهي العقيدة السليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا لابد الإنسان حينما يختار الصديق لابد أن ينتبه إلى هذا الاختيار وينطبق عليه هذه القاعدة قبل أن يختار الصديق. ومنها أيضا الحب في الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذا هذه إحدى أسس اختيار الصديق الصالح. وأيضا يا شباب بارك الله فيكم، من هذه الأسس حسن الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا الحديث يا أبناء الأعزاء حديث حفظ. نقرأ معا مرة أخرى هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هيا بنا يا أبناء الأعزاء نشاهد هذا الفيديو ونتدبره. بارك الله فيكم. أردت أن تشتري شيئا فإنك دائما تبحث عن الأفضل، فكيف إذا كان ما تبحث عنه لا يشترى بمال؟ إنه مصحاب، فللصاحب تأثير عظيم في توجهات صاحبه في حياته كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله
فلينظر أحدكم من يخالل. وقد أمر الشرع بصحبة الأخيار فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفي الحديث: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تعدم من صحبة الصالحين منفعة كنصح أو مشورة أو معلومة مفيدة. فالصاحب الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وهم قدوة حسنة لأصحابهم، ومجالستهم سبب للمغفرة. قال تعالى في الحديث القدسي في شأن من مر بالصالحين فجلس معهم: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وصحبتهم مجلبة لمحبة الله. قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. ورؤيتهم تذكر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. وفي الآخرة يشفع الصالحون لأصحابهم، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. ولذا يتحسر الكفار يوم القيامة يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، فاحرص على صحبتهم فإنها نجاة يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هيا بنا أبناء الأعزاء نتعرف على وسائل الحفاظ على رابطة الصداقة. كيف أحافظ على علاقتي بصديقي؟ هيا بنا أبناء الأعزاء نقرأ معا هذه الأمور، بارك الله فيكم. أول أمر من هذه الأشياء: أزوره وأسأل عنه. نقرأ التي تليها: ألتقي به على ذكر الله تعالى. وأيضا منها: أحفظ سره وأستر عورته. وأيضا منها: ابناء الأعزاء، أعفو عن زلاته وأعلمه بحبي له وأنصحه وأنصره. وكيف نستنتج أثر الصحبة السيئة؟ هيا بنا ابناء الأعزاء نقرأ معا هذه الفقرة. ما أثر الصحبة السيئة؟ الإنسان إذا صاحب إنسان آخر سيء، كيف تكون هذه الصداقة السيئة والعياذ بالله؟ تبعده عن ذكر الله تعالى، وتفسد الأخلاق والسمعة بين الناس، ومنها أيضا توقع في المعاصي وتؤدي إلى الهلاك في الآخرة. فلذلك أبناء الأعزاء لابد أن نبتعد عن الصحبة السيئة ونتمسك بالصديق الصالح من خلال الأسس التي ذكرناها من قبل، وهي أسس اختيار الصحبة. هيا بنا أبناء الأعزاء ننتقل إلى ما تعلمته من الدرس. تعلمنا من الدرس يا شباب، هيا نقرأ معا هذه الفقرة سويا، بارك الله فيكم. تعلمنا أن الإسلام يحث على مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في حسن اختيارنا لأصحابنا. وللمحافظة على الصحبة الصالحة وسائل متعددة، وأيضا بارك الله فيكم الصحبة الحسنة وسيلة من وسائل الارتقاء بسلوك المسلم وخلقه. ننتقل الآن أبناء الأعزاء إلى القيمة ومظهرها السلوكي. فما القيمة التي استفدناها من هذا الدرس؟ أحسنتم، الصحبة الصالحة. ف
فما مظاهرها السلوكية؟ نقرأ معا بارك الله فيكم. أحسن اختيار صحبتي، ومنها أيضا أقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أداوم على المحبة والود مع أصدقائي. إلى هنا أبناء الأعزاء قد انتهينا من هذا الدرس، أترككم في رعاية الله وأمنه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.